اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل ورجعت لكو تاني في حلقة جديدة مع هوك. طيب، حلقة النهاردة انا بتكلم فيها عن الطيارة، او بمعنى اخص عن الخدمات اللي ممكن توفرها لي الطيارة. طيب، جالي البريف كان بيتكلم عن ان احنا عايزين نوفر الراحة للعملاء بتوعنا، وان احنا عايزين نحسسهم ان هم في بيتهم، وان هم الانفيرومنت بتاعتهم اللي جوه الطيارة مريحة. طيب، ممكن نوظف ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. طيب، اول حاجة طبعا انا بفتح الفوتوشوب. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي اللي احنا المفروض نطلع بيه. اوكي، هنعمل نيو فايل، والمقاس اللي هشتغل عليه طبعا يفضل زي ما قلنا قبل كده 1920x1080 زي ما هو قدامنا. ممكن نسمي الفايل اي حاجة. create. اوكي، انا عندي دلوقتي الباك جراوند دي. هبدأ اشوف الاليمنتس اللي انا موجودة عندي ممكن اوظفها في الفيجوال بتاعي. طيب، عندي حاجة زي كده مثلا، هناخدها نحطها في الأرضية. اوكي، ممكن اغير لونها كوماند يو. لو عايزها فيها درجه بسيطه من البيربل بغير في الكوماند يو الهيومن ساتوريشن. اوكي، ممكن لو انا حاسس ان هي محتاجه شويه اضاءات او اي حاجه ممكن نزود مثلا الوانات تانية، ممكن مثلا حاجه زي كده. الشكل ده. اوكي، طيب عندي elements تانية، تعال نشوفها برضو. طيب، عندي حاجة زي كده، طبعا هبدأ اقص فيها. طبعا يفضل ان انا اقص بالبين تول، اسهل بكتير ان انا اقص الابيض ده كله والجزء اللي بره ده. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا عشان ما اكلش في وقتكم قوي فاحنا هنجري الحتة دي وانا بقص. طيب، انا كده عندي بعد ما قصيت عندي الشكل بتاعي، جمعت منه كذا واحدة، اعمل لهم جروب واخدهم على الفايل تاني، نصغرهم شوية. ممكن نخليهم مثلا بالمقاس ده. اوكي، طيب اول حاجة طبعا انا هديهم درجة البيربل اللي انا اوريدي مستخدمها في الباك جراوند بتاعتي. ونغير في blending mode برضو عشان نوصل للمرحلة المتناسبة معانا خالص مع الشكل. طيب، هي color عامة هتبقى أحسن واحدة، ممكن نهديها سنة. اوكي، ممكن أجي بدرجة غامقة بعد كده، ممكن درجة زي دي مثلا، نغمق الجزء اللي تحت ده شوية برضو. تمام، ونبدأ بعد كده نقسمها اكتر من كده بحيث ان احنا نبقى واصلين لمرحلة ان احنا نحس انها في الحيطة، يعني نحس ان هي مغروزة في الحيطة. طيب، هنعمل ده ازاي؟ هنعمل دروب شادو. طبعا الدروب شادو ده انا هستخدمه في الجزء اللي جوه بس، اللي بره ده هشيله لان ما ينفعش يبقى فيه دروب شادو اصلا، انا عايز ابين ان هو مغروز. وهنعمل
انر شادو برضو. اوكي تعالوا نشوف كده، نحولهم ليارات ونشوف هنعمل فيهم ايه. كده كده انا الاجزاء ديت مش هتنفع انها تبقى موجودة فهمسحها. اوكي ممكن اجي مثلا هنا بدرجة غامقة، ممكن درجة زي دي تاني. بالشكل ده مثلا، ونعمل لها blending mode. انا عايز اشوف العمق نفسه على الدرجة البيربل بحيث ان انا احسس اللي قدامي ان هي جزء في الحيطة دوت. ممكن درجة زي كده soft light مثلا ونهديها شوية. طبعا همسح الزيادات او الحاجات اللي مش مناسبة بالنسبة لي. ممكن بعد كده اشوف حاجة تانية برضو كمان ممكن نستخدمها، حاجة زي كده مثلا نخليها تحت. ماشي نظبرها شوية. طبعا احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نبقى شايفين جناح الطيارة. ممكن بالطريقة دي مثلا، وممكن نزود واحدة تانية عشان نكمل بيها السحاب بالشكل ده مثلا. طبعا أنا عندي دي هعمل لها ماسك، أمسح بس الأجزاء اللي فيها زيادات أو فيها مشاكل. كده مثلا ممكن نعملهم جروب ونعملهم واحدة تانية عشان نحولها سمارت اوبجكت. اوكي نقفل لتحت وناخد الشيب بتاعنا ده نقصه فيها على طول. يعني ممكن نيجي نعمل كده، هدوس على اللاير بتاعتي، هدوس على اي لاير انا عايزها مثلا ديت، وهدوس كوماند هتقوم تعمل لي السلكشن بتاعي. اوكي وهدوس شيفت عشان لو عايز اجمعهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده. طيب انا دلوقتي انا لو جيت مسحت ده هو هيمسح لي الجزء نفسه اللي هنا. لا انا مش عايز امسح ده، انا عايز امسح العكس. فانا هدوس كوماند شيفت اي وابدأ امسح الاجزاء اللي بره. طبعا لو في اي حتة من الحتت اللي جوه ديت انا دخلت عليها ممكن بعد كده ادخل اظبطها تاني عادي. كل ده همسحه. طبعا لازم اتأكد ان مفيش اي زيادات عشان ما يبقاش عندنا مشكلة بعد كده في اي حاجة. تمام كده انا بقى باين عندي الجزء اللي تحت دوت شوية ان هو
يعني موجود في الحيطة وان هو باصص على بره. طيب تعالوا نجرب كمان ان احنا نغمق سنة بسيطة، انا ممكن ده الصراحة افتحه سنة. ماشي، انا عايز اغمق سنة الجزء اللي تحت. نجرب البلينينج مود عشان يدينا الدرجة الغامقة اللي احنا عايزينها. انا ممكن اعمل حاجة زي كده وممكن اقلل فيها البلندنج مود شوية فتديني التقسيم اللي انا عايزه او درجة الغمقان اللي انا عايزها. طيب انا كده بالنسبة لي يعني بدأت تبان شوية. طيب خلينا نقفل دول كده. لا خلاص انا مش محتاجه، ممكن امسحه لو انا عايز، بس طبعا انت برضو زي ما قلنا لو هتشتغل حاجة فور برنت يفضل ان انت يبقى معاك الحاجات الاصلية بحيث ان انت ممكن ترجع لها في اي وقت او تعدل الحاجة اللي انت عايزها. اوكي تمام، نبدأ نشوف ايه ماتيريالز تانية عندنا. ماشي، عندي مثلا العيلة ديت. اوكي تعالوا ناخدهم ونبدأ نشتغل فيهم. وأي حاجة طبعا عندي مفتحة مش محتاجة خلاص أنا بقفلها. ممكن صغار شوية. طيب اول حاجه طبعا احنا عندنا الارضيه ديت هنديها بلندنج مود عشان تبقى ماشيه مع الارض. سوري دي مثلا. اوكي طبعا انا بشوف ايه انسب حاجه وبخليها. احنا ديت بالنسبه لنا في مالتيبلاي تعالوا برضو نبص على الاوفرلاي ممكن يدينا ايه. لا اوفرلاي مش مظبوطه، فاحنا هنحتاج ان احنا نشتغل على لينير بيرن او كلر بيرن او مالتيبلاي. اقرب حاجه طبعا هي مالتيبلاي. اوكي طيب دي اول خطوه بالنسبه لدي. تاني خطوه احنا هنبدا ناخد الاصل ده ونبدا نحط عليه الليارات اللي بتتماشى مع الباك جراوند. انا عندي مثلا درجه الباك جراوند ديت، هبدا اخد البراش تول واغطيهم كلهم بنفس درجه اللون واعمل لها بلندنج مود. ممكن نخليها سوفت لايت او ممكن نخليها كولر ونهدي فيها شويه. انا كده ممكن اكون واخد من المود شويه بتاع الانفايرمنت بتاعتي. اوكي عايزين بس نطلع حاجاتنا شوية لفوق. كده مثلا. طيب وببدأ بعد كده بقى أبدأ أحط درجات اللايت ودرجات الشادوز. تعال نشوف مع بعض. درجات الغوامق الأول طبعا. طبعا في حاجات ممكن تديني تأثير حلو فأنا بخليها. اوكي درجات اسود.
بالشكل ده. برضو بديها planning mode، وأي حاجات زايدة بشيلها. اوكي طيب، ممكن نخش شوية في inner shadow. تعال نشوف ال inner shadow ممكن يدينا ايه. هنخليه طبعا العكس، طبعا لازم يكون القص بتاعك كويس عشان ما يبانش عندك مشاكل زي دي. وممكن نديها gradient overlay شوية، ممكن نقلل السايز. ونخليها multiply كده مثلا. طبعا هنعمل زي ما بنعمل على طول، كليك يمين create layers وبشتغل عليهم علشان يطلعوا مظبوطين معايا. كل حاجة مضايقاني طبعا هشيلها. وين هديها شوية، ده نفس الكلام هيهدى خالص. وممكن نمسح الحاجات اللي نحس انها زيادة قوي او فقعة، نشيلها برضو من على البشرة عشان ما يبقى شكلها غريب. اوكي طبعا ممكن ازود درجات غوامق تحت في الارضية بتاعتي. تمام، نخلي دي تحت واعمل layer، وممكن اضيف درجة زي دي برضو بنفس الطريقة اللي احنا بنعمل بيها الشادوز، ونكبرها تحتهم ونديها blending mode. ممكن تبقى soft light، وممكن نجرب في البليندنج مود اكتر. طيب خلينا في soft light ونخليها blur، جاوزن blur. اوكي بحيث ان احنا ندي تون غامق سنة برضو تحتهم. اوكي ممكن ادي الريفليكشن بتاعهم، وممكن ابدا اضيف اللايتنينج افكت بتاعهم من خلال الشباك اللي وراهم. يعني كده كده الشباك هيبقى مديهم ضوء، فانا هبدأ ابين الضوء دوت على الشعر وعلى الراس عشان يبقى باين ان في تأثير شوية من الشمس. طيب تعالوا نجرب كده outer glow. ممكن اخد درجة قريبة من دي شوية. بالشكل ده طبعا هعمل لها برضو layer، وهمسح الجزء اللي تحت لانه كله ملوش لازمة، انا عايز بس الجزء اللي فوق. كده كده الجزء المهم عندهم هو الجزء اللي عند شعرهم. طيب بعد كده ممكن اضيف شوية اضاءات برضو عند الشعر، عند المنطقة اللي هي بتاعة الشعر. ممكن ادي مثلا درجة اصفر، طبعا الجزء ده كده كده ممكن انوره علشان الجزء اللي وراهم هيبقى فيه ضوء. ممكن نخلي سكرين طبعا ونهدي سنة. ممكن ازود برضو الحتت ديت لو عايز. المهم وانا بحط الضوء بتاعي لازم اكون عارف بس الضوء بتاعي جاي منين.
عايز اغمق سنة الجزء اللي تحت ده برضو شوية. ماشي، ممكن نشوف بقى ايتمز تانية عندنا. ممكن حاجة زي كده مثلا. طيب انا اوريدي ده قصه ومظبط فيه كام حاجة، ناخده على طول هناك. صغر مقاسه شوية. أنا كان في واحدة هنا ممكن أداريها مفيش مشكلة، وأخلي مستوى الباب كأنه مثلا باب الطيارة أو حاجة، وممكن أديله درجة بينك شوية زي برضو الخلفية. برضو أنا باخد من الدرجة بتاعتي وبحط عليها. طبعا انا بقلب لحد ما بوصل برضو للدرجة اللي انا عايزها. ممكن نعمل منها واحدة تانية برضو نغير فيها سنة. اوكي ماشي، نشوف مثلا ماتيريالز تانية برضو عندنا. ممكن حاجة زي كده دي بي ان جي، ناخدها نحطها على طول. ماشي، وبرضه نعمل لها الإفكتس بتاعتها، ممكن الشادو بتاعها نفس النظام درجة أسود، وبحطها بالبرش على طول، وبعد كده أعملها سكيو وأخليها تحت الأيتم بتاعي اللي أنا عايز أبين إن ليه شادو. طبعا البلندنج مود كويس عشان هو بياخد من نفس درجة الأرضية، يعني بلاش ان انت تحط التون الاسود قوي الا في الاوقات اللي انت محتاج فيها التون الاسود، غير كده يفضل ان انت تعمل بلندنج مود علشان تاخد الدرجة اللي هي في الأرضية اللي تتلائم مع الشكل على طول عشان ما يبقاش اللون غريب. اوكي، ممكن برضو ممكن اخد من الدرجة ديت على طول برضو واخليها على الزرعة كده. كده طبعا اي حاجة انا بضيفها بالألوان بتاعتي بتبقى شكلها طبيعي أكتر. اوكي، ممكن نزودها سنة ونضيف لها شوية ضوء من فوق. ونغمق الجزء اللي تحت ده شوية. طبعا أنا أي حاجة بغمقها بعمل لها بلندنج مود علشان ما تبقاش لونها الأسود اللي هو الغريب قوي.
ممكن برضو نغمق سنة بسيطة كمان. بالشكل ده. نعمل لهم جروب. طبعا انا الشادو محتاج ان انا اتظبط عندي شوية. طيب انا لازم احط لها ريفليكشن عشان تبقى باينه انها واقعيه اكتر. هنعمل منها كوبي ونسكيو شويه على الارض بالمنظر ده مثلا. اوكي ونحولها اسود. كده مثلا. بالشكل ده. طبعا هخففها عن كده كمان علشان ايه ما يبقاش شكلها غريب. ممكن نعملها ماسك برضو عشان الجزء اللي فوق ده انا مش محتاجه قوي فممكن يهدى كده مثلا. اوكي نشوف ايه ماتيريال تانية عندنا. ممكن حاجة زي كده مثلا. ممكن نصغرها شوية كمان ونخليها معاهم في الطيارة كده كأنها جزء من الديكوريشن. نفس النظام برضه هنحط لها شادو. ده ممكن يتعمل كده على طول. نعمل لير و ممكن ترسمه على طول يعني مفيش مشاكل. طبعا هو كده كده ده تحت ده. اوكي كده مثلا. ونجيب واحدة تانية من دي نعكسها. كده نعملها أبيض وأسود. نخليها تحتها. طبعا الجزء ده انا مش محتاجه. انا ممكن اخلي بس الجزء بتاع العمود واخليه اسود. هدي شوية ونمسح الاجزاء الاضافة عندي اللي انا مش محتاجها. كده مثلا. اوكي طبعا شوية اضاءات عند وحدة الاضاءة ديت. ممكن نعمل واحدة تانية برضو.
خلينا نبعد عنها خالص. ونخليها سكرين عشان نحس بالنور بتاعها. طبعا ممكن أزود الإضاءة بتاعتها شوية. كده مثلا. تمام. طيب ممكن أشوف لها حاجة تانية برضو أكملها بيها. يعني عندي مثلا الشكل ده برضو ممكن احطه. خلينا نعمل دول اول جروب. طبعا لازم برضو احط الافكتس بتاعتي واحط درجات الظل والنور اللي هي الحاجات الغوامق والحاجات الفواتح دي. بالنسبة لي محتاجة تبعد سنة. خلي دي هنا كده. هنعمل لها جروب لاير جديدة ونحط برضو الشادو بتاعنا. انا بحط بالبراش في اي حته الشادو وبعد كده بحطها تحت الايتم بتاعي اللي انا عايز اعملها شادو. كده مثلا. اوكي برضه هنحط درجات غامقة في الأجزاء اللي تحت كده. ممكن أدي ريفليكشن برضه للإزازة لو أنا عايز بنفس الطريقة. ونحولها اسود. اوكي عندي برضو الاجزاء اللي انا مش محتاجها قوي اللي هي الاجزاء دي انا هشيلها خالص. وممكن انزلها هنا علشان الشادو بتاعها واهديها سنة. اوكي ممكن برضو العب في الالوان بتاعتها. يعني انا ديت بالنسبة لي احمر ممكن اغير لونها مثلا لحاجة زي كده. ادوس اوكي وامسح الاجزاء اللي فيها الوان هنا. ممكن نزود شوية نور هنا. جاوزن بلور. طبعا انا بعمل الحاجات ديت بسرعة عشان برضو ايه الناس تبقى واخدة بالها. انا بحط اللير عادي وبعد كده ممكن ادي شوية بلور علشان الضوء نفسه يبقى منسجم شوية مع الارضية ما تحسش ان هو لون كده محطوط وخلاص. اوكي طيب نشوف عندنا ايه ايتمز تانية موجودة. عندنا حاجة زي كده ممكن نستخدمها. كليك يمين برضو ونعكس. نفس الطريقة دي كده وننزلها تحت
وحدة الإضاءة بحيث إن هي تبقى باينة إنها طالعة منها. ممكن نبص كده تحس إنها راكبة شوية، ممكن نعمل دروب شادو. عشان تبقى باين انها غرزة في الحيطة، وفي نفس الوقت انا الدروب شادو في الجزء اللي تحت اللي انا مش محتاجه هعمل له برضو كرييت لاير وهمسحه من الجزء اللي تحت. باجي عند الافكتس كرييت لاير وبمسحه من الاجزاء اللي تحت ده. اوكي، ممكن برضو اديها يعني دروب شادو خفيف قوي تحتها كده بحيث انها تبين انها يعني متجسمة شوية او ان في ريفليكشن ليها على الارض. ممكن حاجة بسيطة جدا، حاجة صغيرة زي كده مثلا. بالشكل ده ههديها شوية. هنا نفس الكلام، نقللها خالص. وممكن واحدة تانية هنا مثلا. اوكي، تعال نشوف ايه تاني عندنا ممكن نستخدمه. عندنا حتة زي ديت برضو ممكن نستخدمها. بالشكل ده. خلينا نكبرها شوية. طيب برضو هديها، هعمل لها جروب برضو عشان ما نتلخبطش. لاير تحتيها للشادوز، كده مثلا. بالشكل ده ممكن نعمل دوبليكيت ليها. وهناخد برضو الجزء بتاع العمود ده بحيث ان احنا نستخدمه في الريفليكشن بتاعي. ويفضل طبعا ابيض واسود علشان يبقى شادو. ونعمل ماسك ونمسح الزيادات بتاعتنا بالشكل ده. اوكي، خلينا بس نرفعها سنة بسيطة. طبعا انا عندي اللمبة نفسها ممكن تدي ريفلكت كمان على الباب بالشكل ده. ممكن نحولها اسود وناخدها عند الباب نفسه كده مثلا. نهديها سنة بسيطة وممكن نعمل لها سنة بسيطة قوي جاوزن بلير. كده مثلا. اوكي، نديها شوية الإضاءات بتاعتها. سكرين. ممكن نزود واحدة كده للكور نفسه بتاع اللمبة. يعني أنا ممكن أحط هنا درجة أبيض من قوة النور يعني. كذلك برضو ممكن أعمل كده في التانية برضو كمان، لأن التانية برضو محتاجة تتظبط شوية. ممكن أحط لها حاجة زي كده، درجة أبيض بسيطة قوي. ممكن تغير النور بتاعي وتبين ان هو
واقعية أكتر. بس أنا عندي هو لسع أوي هنا، فأضطر إن أنا أمسح شوية من ده. تمام. طيب نشوف ايه تاني عندنا. برضو عندنا حاجة زي كده، خلينا نقفل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. نحط ده فوق شوية. طبعا نسبة الطفل دي بالنسبة للأطفال التانية هتبقى نفس تقريبا الحجم، لازم ناخد بالنا من الحتة دي. كده مثلا ممكن يكبر سنة بسيطة، يبقى كده مثلا. اوكي. طيب هو في درجة أصفر كده، وهو هنا واخدين درجة تنت، فأنا محتاج إن أنا أغير في اللون ده شوية، درجة زي كده مثلا. اوكي. هعمل نيو لاير وابدأ اغمق برضو الاجزاء اللي تحت بالشكل ده، نقللها سنة بسيطة، ونعمل له برضو شادو. طبعا في طرق تانية ممكن تعمل بيها الشادو بطريقة أحسن من كده كمان، بس أنا بفضل الطريقة ديت لأنها سريعة جدا وسهلة وبسيطة. طيب خلينا نصغر ده شوية، ممكن نعمل واحدة منه تانية ونقربها سنة للرجل، تبقى صغيرة وتبقى قريبة سنة من الرجل. اوكي. مش ممكن نغمق برضو سنة بسيطة، نشوف كده. ممكن اديله التون من البنفسجيات اللي هنا. نقللها شوية بسيطة. ممكن ادي برضو الريفلكشن بتاعه نفسه على الكرسي، احولها اسود. خلينا نجيبه كده سنة ونخليه هنا. انا هدي سنة بسيطة قوي لدرجة كده ما يعني محدش ياخد باله منها، يعني في نفس الوقت نديها سنة بسيطة بلور. اوكي. حاجة خفيفة قوي كده بحيث ان هي تبين بعملية ربط الطفل بالكنبة. اوكي. ماشي، تعالى نبعد كده. تمام. طيب خلينا نشوف ايه تاني عندنا. ممكن نشوف ايتم تاني برضو. ممكن حاجة زي كده مثلا، نحولها convert smart object. اوكي. وممكن احطها قدام البيبي ده شوية بحيث ان انا ادي يعني حركة شوية في الصورة.
اوكي ممكن نديها overlay كده نشوف هتبقى عاملة ازاي. اوكي حطيت 2 soft light فاخدوا الافكت بتاع الارض وفي نفس الوقت عملوا الدرجة اللي انا عايزها. طيب ممكن تبقى بالشكل ده اصلا كده، وفي نفس الوقت ممكن نشوف برضو حاجة زي كده. اوكي وهي بس نحط لها دروب شادو بحيث ان هي تبقى يعني في وسط المية ديت. والبطة ممكن عشان بس نحسس ان هي مغروزة شوية في المية وكده محتاجين ان احنا ممكن نقلل سنة بسيطة في الجزء اللي تحت ده كده، وممكن أدي عليها درجة غامقة سنة بسيطة كده مثلا. اوكي ممكن نزود الدرجة دي. كده مثلا ممكن أعمل لدول سكيو أكتر من كده سنة بسيطة كده مثلا. تمام طيب يعني احنا كده تمام. انا بالنسبة لي ممكن ابدأ ادي تعديلات اخيرة. ممكن نشوف مثلا ممكن نبدأ نشوف الفازة دي ممكن نصغرها سنة. طبعا في حاجات كتير اوي ممكن تعملها اصلا ممكن تضيفها، منها ان انت ممكن يعني تزود شادوز ممكن تزود حاجات ايتمز تانية. يعني مثلا ممكن حاجة زي كده مثلا ممكن لامب زي دي. طبعا انكسارات الضوء بتبقى كتيرة، يعني هو انت اي شادو بتعمله لحاجة هو ما بقاش مجرد شادو واحد، لا انت ممكن تمتيجي مثلا لحاجة زي كده مثلا تيجي تعمل منها لاير تانية ماشي، و تكسر برضو الجزء بتاعها ده ونخليها اسود ونفتحها خالص ماشي. طبعا الحتت اللي انا مش محتاجها اللي هي الاجزاء اللي هنا مثلا أو الأجزاء دي ممكن تتمسح. كده مثلا هو بص يعني حاجات تبقى بسيطة خالص ممكن تزودها بتدي تأثير أكتر يعني. اوكي ففي انكسار تاني كده للضوء، طبعا ناس كتير قوي ممكن ما تحسش بيه بس هي الحاجات دي بتفرق بيبقى ليها تأثير يعني احسن.
اوكي، ممكن بعد كده بقى لو عايز ازود اي افكتس، عايز ازود اي حاجة، مفيش مشكلة. طيب ممكن نبدأ نخش في التقفيل بتاعنا. انا ممكن ابدأ اخش على Selective Color. طبعا انا عندي الاحمر هنا، ممكن العب فيه شوية. نور ممكن نخليها كده مثلا. اوكي، نخش على color lookup. ممكن نعمل حاجة زي كده بس بسيطة، ونعمل واحدة تانية. سوري، color lookup تاني. في حاجة بتبقى بسيطة جدا بس بتفرق في التقفيل بتاعك. solid color. اوكي، نقلله خالص ونخليه soft light. اوكي، ممكن اعمل layer جديدة برضو درجة سودا من دي. ونعمل لها render lens flare. اوكي، طبعا انا بالنسبة لي lens flare ممكن يتغير اصلا لان هو تأثير شمس. نشوف بس مكانه هيطلع فين. ممكن نعكسه يعني نعمله horizontal مثلا، وممكن نجيبه حتى زي دي مثلا كده. بس هنحتاج ان احنا نهديه، او ممكن نجرب حاجات تانية. تعالوا نجرب نشوف ال effects بتاعتنا ممكن تدينا ايه. انا عندي صراحة سكرين انسب حاجة، فانا ممكن اخليني في سكرين وهديها سنة بسيطة كده مثلا. طبعا عندي الحاجات يعني ممكن تبقى تأثير حلو، بس انا في حاجات بالنسبة لي مش محتاجة قوي فممكن امسحها. يعني حاجة زي دي مثلا ما كانش ليها لازمة الصراحة، فاضطريت ان انا امسحها. طبعا التأثير ده بيفرق. اوكي، ممكن نزود حاجة تانية، ممكن نغير في الليفلز، ممكن ندي gradient شوية من تحت. اوكي، خلينا نهدي تسنة. طيب كده انا ممكن اكون وصلت لمرحلة كويسة. ممكن بعد كده ابدأ كوماند الت شيفت اي، بقفل كل حاجة واخش على كاميرا رو فلتر اوتو. طبعا هو بالنسبة له الصورة دارك شوية فهو محتاج انه ينورها. ممكن نهدى بس في الكونتراست. اوكي، لو عايز ازود شوية الوان او ازود انوار او كده، مفيش مشكلة ان انا العب في اللايتس او العب في الهايلايتس. اوكي، كده مثلا. طبعا انا بلعب في الالوان حسب ما بلاقي الدرجة اللي انا بتناسبني وبستقر عليها.
ممكن نخلي الدرجة كده شوية. اوكي، بعد كده طبعا انا ممكن ابدأ اقفل برضو، اخش الحاجات التانية. انا ممكن اقفل من الجناب شوية الضلمة بتاعتي، بس انا مش عايز ده، انا اخليها صفر زي ما هي و ندوس اوكي. ممكن نعمل منها واحدة تانية. انا كده كده بغير في الالوان لحد ما بشوف اكتر حاجة مناسبة ليا. طيب احنا ممكن نعمل تيت ونقللها سنة. او actually ممكن احط selective color. اغير شوية في الماجنتاز بتاعتي. ايوه كده مثلا. اوكي خلينا نقفل تاني. هو حاسس انها منورة قوي ومحتاجة ديتيلز اكتر. طيب احنا ممكن نعملها كده ونزود الاماونتس للشاربنينج وادوس اوكي. طبعا انا بعد كده في طرق كتير قوي ممكن اقفل بيها. يعني ممكن ازود مثلا لاير واعمل شيفت ديليت واحط درجة الجري بتاعتي، واعمل برضو نفس الحركة اللي هي بتاعت ان انا اخليها لينير لايت وابدأ اشتغل عليها دوج اند بيرن. بس طبعا الحتة ديت يعني ممكن تاخد وقت اكتر من كده، فانا خليني اعملها بسرعة كده قدامكم. طبعا بشوف الحتت اللي واخدة ضوء قوي وبزود فيها مثلا دوج شوية او بيرن. طبعا الحاجات دي ممكن تنور عادي مفيش مشكلة. اوكي بالشكل ده مثلا. تعالى نلعب شوية في الليفلز برضو، ممكن نغير شوية في الليفلز. اوكي نغير شوية في الكيرفز. تمام بس كده. وطبعا لو عندي تاكست بقى أو أي حاجة يعني ممكن حاجة زي كده تضاف. ولو في أي لوجو أو في أي حاجة بنحطها. طبعا أنا حاسس إن هي لو too much bright. طبعا عشان أعمل كاميرا رو فلتر أنا محتاج إن أنا التاكست بتاعي ما يكونش موجود. يعني أنا دلوقتي هعمل كاميرا رو فلتر من غير التكست، وبعد كده لو عايز اغمق فيها سنة كمان يعني برضه لو عملنا كده هي محتاجة تهدى سنة بسيطة الاكسبوجر بتاعنا. وندوس اوكي ونحط التكست بتاعنا. تمام. طيب وبكده يا جماعة اكون وصلت لاخر الحلقة. حابب ان انا اشوف ارائكم وحابب ان انا اشوف كومنتاتكم. طبعا لو في اي تعليق او في حاجة معينة عايزين نضيفها مع بعض ممكن تكتبوها في الكومنتس اللي تحت. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا ليكم.